اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مجددا في تقرير من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير اولا عن الجنيه الاسترليني الذي يتعرض لمزيد من الضغط بالاتجاه المنخفض. طبعا اولا بنتيجة حضور الوزير المكلف بالبريكزيت او بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ديفيد دايفز، ووصوله الى بروكسل لبدء رسميا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. ايضا في نفس الوقت لدينا مارك كارني او رئيس البنك المركزي البريطاني الذي كان خطابه اليوم ابعد كل ما يمكن ان يسمى فرصة لان يكون هناك رفع لاسعار الفائدة في الوقت الحالي. طبعا الباوند تعرض لمزيد من الضغط امام الدولار الامريكي ولا يزال يتجه لمزيد من التراجعات. اهدافنا بالنسبة للباوند امام الدولار الامريكي يعني تقبع عند مستويات 1.2370 تقريبا بالنسبة لهذا الزوج على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. بالنسبة لليورو أيضا تحت الضغط، ممكن أن نسجل مزيد من التراجعات، هبوط دون مستويات 1.11 وبالتالي استهدافات بحوالي 60 نقطة في الوقت الحالي. على صعيد آخر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب قابل مجموعة من رؤساء الشركات منها أبل وأيضا أمازون، وطبعا لا تزال هناك عدم وضوح في المنطقة الأمريكية أو في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالأجندات الاقتصادية. حتى الآن لم نرى إجراءات واضحة من قبل الإدارة الجديدة لترامب، وبالتالي لا يزال هذا الغموض. ولكن الفيدرالي مضى قدما برفع أسعار الفائدة ولا يزال مستقر بنظرته للاقتصاد الأمريكي بشكل عام، ولكن نحتاج إلى مزيد من التأكيدات على الرفع القادم. هل سيكون في شهر سبتمبر القادم يعني الربع القادم مباشرة أن يكون هناك إمكانية للرفع، وعندها الدولار الأمريكي سيكتسب قوة كبيرة تضغط على كل العملات الأخرى. كما وعدناكم، الذهب عند 1240 دولار للأونصة، استهدفنا هذه المستويات تقريبا من حوالي الأسبوعين ووصلنا إلى هذه المستويات ولا نزال نتجه إلى مزيد من التراجعات نحو 1235 دولار للأونصة. الذهب قطع مسافة 40 إلى 50 دولار بالاتجاه الهابط، وممكن جدا أنه يقطع 40 دولار أخرى بالاتجاه الهابط نحو مستويات 1210 دولار للأونصة. النفط الذي يحاول الاستقرار فوق مستويات 47 على الأقل بالنسبة للWTI لا يزال يواجه صعوبة، ومن الممكن بشكل كبير أن يعتمد بشكل أساسي على أي اتفاق نحو تخفيض الانتاج بهدف تقليل الضرر من تخمة المعروض. حتى الآن يوجد هناك صعوبة بإخراج أي اتفاق لتقليص في الانتاج في الوقت الراهن، وهناك نوع من التخوفات من الاتفاق الراهن الموجود حاليا الذي يبدو أنه لم يدعم أسعار النفط بشكل كبير للاستقرار فوق 50 دولار للبرميل. بالتالي نظرة سلبية على النفط وإمكانية الهبوط بدولارين أو ثلاثة من أي قمة ممكن أن يرسمها خلال التعاملات اليوم ويوم غد. هذه هي كل البيانات التي أردنا الإشارة إليها في هذا الفيديو. أشكر لكم المتابعة ونزودكم بكل ما هو جديد من خلال Equity Newsroom أو غرفة الأخبار المزودة من موقع Equity، تجدون الرابط الخاص بها أسفل هذا الفيديو.